تفضل هي. أول شيء أبغى منك تتأكد إنه سرية المريض وأيضاً خصوصيته شيء أساسي عندنا. ممكن تحدثني عن نفسك؟ إيش اللي حاسس فيه؟ وش اللي مضايقك؟ اللي مضايقني هو الزمن يا دكتور، الزمن اللي وصلنا له. أنا كل حياتي كنت شخص مهم، كل العالم تركض علشان تكون جنبي، الصبح الظهر بالليل كنت الصديق وقت الضيق. أنا صرت نكرة مرمي في زوايا البيوت، صديق للغبار والعنكبوت. استهدي بالله، كل مشكلة لها حل. أي حل يا دكتور؟ الله لا يسامح العباد. طيب ممكن تقول لي إيش أكثر مكان تحس إنه يوجعك فيه؟ كل جسمي يوجعني يا دكتور، من أول سطح لحد الفهرس. طيب أنا راح أحاول أحل هذه المشكلة، وبإذن الله راح نطوي صفحة الماضي. أبوس يدك، لا تطوي صفحات، صفحاتي لها 10 سنين مطوية. خلاص لا تشيل هم، الموضوع عندي. تعتقدون إنه بنتنا البندري اللي عمرها 8 سنوات راح تقدر تنشر رسالة إيجابية عن أهمية القراءة؟ أنا أعتقد ونص. ليش؟ لأنه بالفطرة تقدر تسوي المستحيل. صباح الخير بابا. صباح النور حبيبتي. ما شاء الله، إيش الحلاوة هذه؟ إيش الفستان الحلو؟ شكراً. أقول لك شيء اليوم. إيش؟ عن فائدة القراءة. القراءة مفيدة في التفكير، في الإبداع، تعمق الإنسان. أنتوا الجيل هذا الحين عندكم الآيبادات والجوالات، فلازم أنك تتثقفين في القراءة المفيدة. أنا اليوم بعطيك الفلوس هذه، تروحين المكتبة تأخذين 7 كتب وتروحين للمول وتوزعينها على الناس، تعلمينهم معنى الثقافة والقراءة. أعطي بس 7 أشخاص أي واحد؟ إيه، تقولين توعدوني أنكم تقرونها، وهذه أول مرة أخليك تروحين لحالك، أني معتمد عليك وأنت كبيرة وفاهمة وواعية. أنت قدها وقدود؟ إيه. تقدرين على المهمة هذه؟ إيه. أكيد؟ أكيد. الجوال هذا حيخليه معاكي، إذا احتجتي شيء تتصلين علي، خلاص؟ وموفقة إن شاء الله. زين؟ تعلميني باللي يصير. يلا حبيبتي شاطرة. يا هلا والله فيكم. البندري الحين مشت، ولكن احنا موجودين في بيتها، عمرها 8 سنوات وهي في الصف الثاني ابتدائي، وما شاء الله عندها 3 أخوان وهي الأصغر بينهم. يا زينها آخر العنقود. تقول لنا إنه ما شاء الله عندها هوايات في عرض الأزياء والتمثيل، بس اليوم إحنا مو فيلم، إحنا عندنا مهمة حقيقية يا البندري. الحين أنا بدخل جوة البيت علشان نبي أنا وأبو البندري نشوف همة البندري ونتابع مهمتها. يلا يلا، وش تنتظرون؟ مشينا. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أبو البندري؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف البندري، طيبة؟ لا الحمد لله تمام. قبل كل شيء، هي أول مرة تروح؟ أي نعم، أول مرة تروح لحالها. الحين تتوقع راح تنجز المهمة؟ بإذن الله. يلا خلينا نشوف. بسم الله. البندري اليوم قدامها مهمة صعبة، وأكيد راح تمر باختبارات إحنا جهزناها وحضرناها من قبل، علشان نشوفها كيف راح تتفاعل معاها ونختبر شخصيتها. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ طيبة. تفضلي. أبي أشتري كتب. شو الكتب اللي بدك إياها؟ أبي كتب مفيدة عشان أوزعها للناس ويعرفون يقرون. ما شاء الله عليها، أول ما دخلت على طول قالت الأشياء اللي تبيها. جهزي نفسك يا البندري، الأستاذ راح يعرض عليك الحين كتاب ما يستاهل ربع ريال. في
عندي هذا، لا تقرأ فيه، هذا الكتاب فاضي، تمام؟ يلا تعالي خلنا نلعب بالكتب، خلي الكتب، يلا تعالي يلا. ممكن أشتري عندك الكتاب؟ ما راح خليك تشتري. جهزي نفسك يا البندري، الأستاذ راح يعرض عليك الحين كتاب ما يستاهل ربع ريال. في عندي هذا، لا تقرأ فيه، هذا الكتاب فاضي، تمام؟ لا. ها؟ فإذا بدنا ناخذ كتاب الناس بتستفيد منه، صح ولا لا؟ تمام؟ كتاب لا تقرأني. هذه هي الكتب كذا، لابد عنوان للكتاب أساس يجذبونه. هذا كتاب أخذ جائزة نوبل، اسمه ماريا بارغر يوسا. جائزة عالمية بكم؟ نعم، هذا سعره 59 ريال. والبندري ذكية، بطلة تعرف تختار. هذا الكتاب برضو من الكتب العالمية والأدب العالمي. كم؟ أوكي، هذا سعره 29 ريال. أوكي، يعني لازم الموجود في المكتب الرجال يعرف كل شيء. إيه نعم، يكون ملم فيها. ليه؟ لأنك تجي وتسأله. أبغى أكثر كتب سعودية، مرة نحب الكتب على أدب السعودية. تمام، أنا أشجعك ما شاء الله. رح نعطيكي للكاتب عبد الله بن بخيت، اسمه الدحو. حلو فيها؟ أيوة، الأشكال حقها والشكل صح، وهنا مسطر. وليش ساعدها؟ ليش ما خلاها وهي تختار براحتها؟ لأن أول حاجة أول مرة تجيه طفلة وتبغى كتب، مستغرب من الشيء هذا، وأساس يساعدها ويعرف الناس اللي ينجذبون للأشياء اللي زي هذه الكتب. شو بدك هلا؟ أبغى هذا الأدب السعودي؟ إيه. طيب بتحبي الأدب السعودي والشعر السعودي؟ إيه حبه. هذا كتاب الشعر السعودي كثير كثير رائع، شو رأيك فيه؟ مرة حلو. تمام؟ يعني لحد الآن المهمة تحت السليم، باقي ما جاء الحماس. هاد اسمه فسوق للكاتب عبدو خالد. بدي أقرأهم كلهم. إن شاء الله راح تقرأين كلهم وتشرحيني شو عرفتي بكل قصة. بدنا نشوف كم كتاب صار عنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. باقي لنا كتابين. تمام، رح ناخذ هذا الكتاب، هذا الكتاب السادس طبعا. عجبني فيه انه فيها الرسومات والاشكال. هذا كتاب اورهان باموك من الكتاب الرائعين اللي كتبوا في الروايه. اخذنا مجموعه من الكتب عشان بعد شويه راح اروح المول واوزعها للناس عشان نشجعهم للقراءه. ما شاء الله. اختبار جديد للبندري، تتوقعون راح تقلب المكتبة لمدينة ملاهي؟ يبي يلعب جوة محل فيه كتب؟ مين يلعب جوة محل فيه كتب؟ سؤال. هذا هو، ما يبغون، في بعضهم له هواية كتب القراءة وبعضهم ما يبغى. يلا تعال خلنا نلعب بالكتب، خلي الكتب، يلا تعال يلا. لا الكتب لا، عشان اوزعها للناس عشان يعرفون يقرأ. خلنا نلعب ويا السيارة. لا نبي، انا ابي عشان اوزع للناس قراءة. استاذ البندري تفضل، حسابك جاهز. اوكي. طيب عندي سؤال ممكن اسالك اياه؟ اسال. شو رايك احنا مع كل كتاب نطبع رسالة ونحطها مع كل كتاب توزعينه؟ يعني الورقة فيه بتكون في كل كتاب؟ راح تكون في كل كتاب توزعينه، وأهم شيء في الموضوع أنه لازم يوقع عليها القارئ. تمام؟ تمام. اختبار جديد للبندري، الرجال جاي يطلب النسخة الأخيرة اللي اشترتها البندري. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. حصل عندك كتاب نميمة على الذات؟ والله نميمة على الذات عندي نسخة، نعم. بس أخذتها الأستاذ البندري آخر نسخة، فما أدري. ما شاء الله. كيفك يا بندري؟ عساك طيبة. ممكن أشتري من عندك الكتاب؟
ما راح خليك تشتري، بخليها عليك ببلاش. الله يعطيك العافية. بالشرط تأخذ الورقة وتقرأ اللي فيها وتوقع. أبشري أبشري، ربما أنا كتاب مجهول لا أعرفك ولا تعرفني، ولكني أتمنى عليك أن تأخذني هدية لتصبح صديقي المفضل. يا زينها، ولن تتخلى عني، صديقك المفضل. بعدين أول شخص تعطيه الكتاب وين؟ في المكتبة. كم الحساب؟ الحساب 315، بس أنا معي 250. طيب طيب يا بندر، أنا سويت لك خصم كتير كتير كويس لتشجيع الناس اللي مثلك، سويت لك 250. تمام، شكرا جزيلا. دكتورة جوا، تمام، نشوفك مرة ثانية، هنا عندنا في مبادرة جميلة وجديدة. تمام، الحين وصلت المول، راح نشوف هل راح تكون جريئة واثقة من نفسها وتسلم الكتب للناس، وبعد راح تكون متذكر انهم يوقعون او لا. الحين نشوف، انا عندي امل فيها. لا لا، متفائل بالخير. انا البندري ضايعة ومتجددة يا ناس، المول مليان. اروح لعندهم ولا هم اللي بيجوني؟ سمحتي، انا اسمي البندري. يعني ما أقدر أخذها بالفريال كلها. سمحتي، نسيت أوقعي هنا. البندري ضايعة ومتجددة يا ناس، المول مليان. أروح لعندهم ولا هم اللي بيجوني؟ سمحتي، أنا اسمي البندري، اليوم قاعدة أوزع كتب. وين الكتب؟ تعالي. حقت إيش؟ للقراءة. بعدين أقرأها وارجعها؟ لا، تأخذينها ووقعي للورقة. يمكن أختار؟ اختاري ورجعي. الحرمة باينة عليها، مو مصدقة كلام البندري. قاعدة تحاول إنها تشوف وش الكتب الموجودة، ما أعرف، توترت، هل هي مصدقة أو لا؟ والله كلهم حلوين، أخذهم كلهم؟ المفروض هي واحد عشان نوزع الناس. أيوة. قاعد أشجع الناس للقراءة. ربما أنا كتاب مجهول لا أعرفك ولا تعرفني، لكن يا السلام على البندري، تذكرت أنها تعطيها الورقة وتوقع على التعهد. وأنا صديقتي. شكرا. توعديني أنك تقرينها؟ أكيد أكيد إن شاء الله. شكرا حبيبي. شكراً حبيبتي، الله يديك العافية. وهذا أول كتاب راح في المول، بس ما شاء الله تبارك الرحمن كانت جريئة وواثقة من نفسها. إيه الحمد لله. لا لا لا، سمحتي، أنا قاعدة أوزع للناس عشان أشجعهم. حلو مرة، بس أنا أوزع ببلاش. فكرة كذا جنن. خذي هذه الورقة. ادحوا هذه عندي، بس بشوف وش الكتب عشان ما أخذ كذا وشي عندي وكذا. تتوقع الحرمة راح تقرأ الكتاب؟ اي طبعا، يوم عطتها البندري راحت لين الكيس اللي عند البندري وفكت تشوف الكتب ايش اللي عندها من كتب. هذا حلو، ليش اخذ هذه؟ ايه هذه بس، ووقعي على الورقة. طيب، اخذ اللي فيها ووقعي. حلو؟ ايه. شكرا شكرا، اعطيني هاي فايف. ايش رايك البندري ننسى فكرة التوزيع ونبدا نبيع؟ كيفك؟ الحمد لله. احوالك؟ ما شاء الله ربي يحفظك. ايش اسمك؟ البندري. انا قاعدة اوزع كتب عشان تشجيع الناس ما شاء الله، الله يحفظك يا رب. وقع على الورقة. البندري مستعجلة على طول، وقع الورقة. اشتريت هذه كلها من المكتبة. أيوه؟ من فلوس عشان تشجيع للناس. يعني ما اقدر اخذها بالفريال كلها؟ مرة كل واحد ببلاش. البندري رفضت 1000 ريال علشان تعطيه كتاب واحد مجانا. ومهمتها وش هي؟ لأن مهمتها هنا هي تعطي
لكل شخص كتاب واحد مجانا، مو يكون المصلحه لها يعني تاخذ فلوس. هذا هو. بس توعدني انك تقراها من عيوني. تقرا ولا ترمي الكتاب. الله يحفظك ويجزيك ان شاء الله. ابشري ولا يهمك. تفضل. الله يسعدك يا رب. الله يجزيك. انا الحين قاعده اوزع للناس قراءه، قاعده اشجعهم. راح اعطيك. انت لحالك هنا مع مين انت؟ جاي لحالي. اشتريت عندي كلهم المكتبه. واو شوف والله ذوقك حلو. تفضلي. انا ابغى اخذ معك سيلفي. عادي عادي. يا سلام، الحرمه هنا صورت مع البنت ذريع عشان توري أولادها شوفوا هذه البنت الفنانة توزع كتب، عشان ممكن تكون البنت ذريع قدوة للأطفال في هذا المجال. عندك بنات وعيال؟ إيه عندي بنتين، مريم وندى. بناتي 8 و6 سنوات. 8 سنوات تقرأ، 6 سنوات أعلمها الحين قراءة ويحبون القراءة. أهم شيء قولي لهم يقرون بعد. أبشري، أنا بقول لهم صديقتكم الجديدة تعرفت عليها هي تشجعكم على القراءة. بس لا تلمي، بس توعديني ما تلمي الكتاب وقري كل الصفحات. أبشري يا قلبي، لا ما راح أكب أكيد. هذه أحلى هدية. الله يحفظك. شكرا يا حبيبتي. عفوا. السلام عليكم. شو اسمي؟ اسمي لاري. الحين بعطيك كتاب بس توعديني انك تقرينه، اوكي؟ ليش انت تسوي كذا؟ انا اشجع الناس عشان يصيرون يعرفون يتكلمون ويعرفوا القراءة. من وين جبتي هذه الفكرة اصلا؟ ما شاء الله عليك. من ابوي هذا لي. شكرا مرة يا قمر. عفوا. يعطيك العافية. الله يعافيك. سمحتي؟ نسيت أواقعي هنا. هذا توقيع. أنا تشرفت فيك. حتى أنا تشرفت والله يا قمر. يا رهيبة يا فنانة، إيش هذه الحركات؟ الله، والله كنتي بطلة وأنجزت المهمة. صرتي قدها وقدود، وأول مرة أخليها تروح لحالها. وخلاص الحين نعتمد عليها تروح اي مكان لحالها. السالفة الرجال اللي بغى يعطيك الالف ريال؟ ما كنت راضي عشان الناس اللي بعده. شاطر يبعطيها. السلام عليكي. والله كفو، تحسين المهمة صعبة؟ لا سهل يا فنانة يا حركات. بس تتوقعين انه الناس راح يقرؤون الكتب؟ اكيد، والاوراق خليتهم يوقعون فيها. يا سلام، كفو عليكي والله بطلة. كفك. بطلة حلقتنا اليوم قدرت تنجز مهمتها، علشان كذا لازم نعطيها هدية. تفضلي، هذه الهدية من البرنامج مع البندري. ننهي حلقتنا، لا تنسون ارسلوا فيديوهات أكثر وأكثر. الفيديوهات اللي أرسلتوها لأولادكم مرة رهيبة، أعجبتني. بس إيش؟ كثفوا فيديوهات. نشوفكم في حلقة جديدة مع طفل جديد في مهمة جديدة. سلام.